السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد وغادي نهضر لكم على المباراة النهائي بين الوداد المغربي والأهل مصري في النهائي دوري أبطال إفريقيا 2023. غادي نهضر لكم على الذهاب خاص في القاهرة، وغادي نهضر لكم مباراة ديال الإياب خاص في المغرب في الدار البيضاء. اذا اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. كلنا مع فريق الوداد البيضاوي، يا ربي تفوز الوداد، يا ربي تجيب لنا النتيجة إيجابية خاص في القاهرة. اذا بعد مصريين ما اكتشفت بالخبرة ديالي التجربة ديالي، مصريين الاهل المصريين كيقولوا بانه خصنا نحسموا النتيجه خاص في القاهره، خاص النتيجه ديال الذهاب تكون في صالح الاهل المصري باش يفوزوا باللقب. ولكن الوداد البيضاوي مسلح، الوداد البيضاوي التحفيز من الرئيس ديالهم من الجامعه كره القدم المغربيه. اذا الوداد البيضاوي جا القاهره باش يجيب النتيجة إيجابية. إذن الوداد البيضاوي تكفيه إلا التعادل، إذن واحد الواحد ولا جوج جوج خاص في القاهرة، ممكن المباراة ديالية فوز بها الوداد البيضاوي واحد الصفر ولا جوج الصفر. إذن ديجا 2022 في الماضي اكتشفنا الوداد البيضاوي فازت على الأهل المصري جوج الصفر. إذن نتمنى إن شاء الله السيناريو يتكرر. بعد الناس كيقولوا بأنه المباراة صعبة جدا على الوداد البيضاوي، مباراة ديال الذهاب خاص في القاهرة، معلوم ماشي سهل تفوز على الأهل المصري خاص في الملعب ديالها أمام الجماهير ديالها. إذا القضية صعبة جدا جدا وفي نفس الوقت مشكلة كبيرة جدا. الأهل المصري كيقولوا بأنه فرصتنا هي الذهاب، إذا فرصتهم هي المباراة النهائي ديال الذهاب خاص بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري خاص في القاهرة، هذه هي فرصتهم. كيقولوا بأنه خصنا نحسموا المباراة خاص في القاهرة. إذا شنو هي الحسم؟ هو الفوز على الوداد بجوج صفر ولا الثلاثية ولا الرباعية. إذا نتمنى هذا السيناريو ما يكونش، إذا نتمنى يكون غير الأحلام. إذا عندنا ثقة في الوداد البيضاوي، نقولوا 90% الفوز بدوري أبطال إفريقيا خاص للوداد البيضاوي. ديجا انتصرنا عليهم خاص 2017، انتصرنا عليهم خاص 2022، إذا علاش لا 2023 ننتصروا عليهم ونفوزوا بهذا اللقب دوري أبطال إفريقيا الوداد الأمة. إذا الوداد الأمة دائما واحد التحفيز كبير جدا من الجماهير ديالها، ويا ربي تفوز الوداد على الأهلي المصري. ممكن بعد الناس يقولوا وانت كتحلم بزاف اخو، حق الله الا كتحلم بزاف. اذا غير التعادل مزيان، واحد لواحد في القاهره مزيان، المهم ما نخسروش، هذا هو المهم. نتمنى الوداد البيضاوي ما تخسر. اذا تا واحد زيرو خاص في القاهره هو ما كيضمنش بانه الفوز الوداد البيضاوي باللقب، ولكن النتيجه صعبه جدا. اذا اللهم جيب التعادل واحد لواحد ولا جوج جوج ولا ثلاثه ثلاثه، ولا تخسر خاص امام الاهلي المصري بحال الرجاء. الا شفنا الرجاء انتصرت عليها الاهلي المصري 2-0 وفرضت عليها التعادل خاص في مركب محمد الخامس. اذا القضيه صعبه جدا، يقدر الاهلي المصري تسجل الهدف الاول وتحفظ على 1-0، وفي نفس الوقت دائما الاهلي المصري ملي كيفوزوا بالنتيجه 1-0 ولا 2-0 كيجيو للمغرب كيحافظوا على النتيجه وكيعتمدوا على التعادل خاص امام الفريق ديال المغرب. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى التوفيق للوداد البيضاوي، وكلنا مع الوداد البيضاوي. اذا هذه المباراه غادي تلعب ان شاء الله نهار الحد ان شاء الله بحول الله، وغادي ننتظروا وغادي نشوفوا هذه المباراه اللي كتنتظر الملايين ديال العرب خاص الذهاب دوري ابطال افريقيا خاص في القاهره. اذا نتمنى ان شاء الله التوفيق للوداد البيضاوي، وكلنا مع الوداد البيضاوي. وفي نفس الوقت اش غادي نقول لكم،
الا كانت الوداد البيضاوي الحلم ديال الجماهير الوداديه هي فوز بدوري ابطال افريقيا من جديد، الفوز بالبطوله من جديد، وان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. اذا الوداد البيضاوي عندها دوري ابطال افريقيا، عندها البطوله، عندها كاس العرش، اللهم بارك. اذا ثلاثه البطولات ان شاء الله غادي تفوز بهم الوداد البيضاوي. كلنا مع الوداد البيضاوي، وفي نفس الوقت الاهلي المصري ماشي فريق سهل. اذا راكم عارفين استافدوا من التجربه ديال الوداد البيضاوي، خسروا امام الوداد ومن بعد خسروا امام الوداد، ونتمنى ان شاء الله تكون الوداد محظوظه. اذا انا رايي اللاعبين ديال الوداد البيضاوي في المستوى، عندهم مدرب في المستوى، عندهم الدفاع في المستوى، عندهم الهجوم في المستوى. اذا الوداد البيضاوي ما تخافوش عليه، وحنا تهلنا على سان داونز فريق جنوب افريقيا، والاهلي المصري تهلت على الترجي التونسي. اذا الترجي التونسي ماشي شي فريق قوي، ولكن سان داونز اقوى فريق، وحنا تهلنا على اقوى فريق في افريقيا هو هاد سان داونز جنوب افريقيا، ماشي هو الترجي. اذا تاهل الوداد رائع جدا وكله نجاح. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى التوفيق للوداد البيضاوي، وغادي ننتظروا نشوفوا المباراه ديال الذهب. اذا المباراه ديال الذهب هي اللي غادي تحكم شكون غادي يفوز باللقب. ربما قدر الله الوداد البيضاوي خسرت بجوج لزيرو خاص في القاهره، نقولوا اللقب غادي يمشي المصر. الا كان الوداد البيضاوي جاب التعادل امام الاهلي المصري، نقولوا اللقب غادي يبقى في الضل البيضاء في مركب محمد الخامس. اذا حاليا باقي ما عرفناش، نشوفوا المباراه ديال الذهب، ومن بعد غادي نحكموا على المباراه ديال الاياب. اذا المباراه ديال الاياب غادي تكون رائعه جدا، غادي نشوفوا جماهير الامه، جماهير وداديه خاص في مركب محمد الخامس، وفي نفس الوقت ملي كيكونوا جماهير الوداد كتلعب بالاريحيه والجحيم ديال كازا. اذا غادي تعيش الاهلي المصري خاص في المباراه ديال الاياب خاص في المغرب في امام الوداد في مركب محمد الخامس، الجحيم 90 دقيقه ديال الجحيم، ونتمنى ان شاء الله علاش لا الفوز بالنتيجه عريضه خاص في الاياب ان شاء الله بحول الله. اذا غادي ننتظروا ان شاء الله، وغادي نكتشفوا لكم اي جديد. اذا فريق الوداد البيضاوي حاليا كيدير التدريب ديالو خاص في مصر في القاهره، وغادي ننتظروا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله بحول الله، وكلنا مع الوداد البيضاوي، والدعوه ديالكم خاص مع هذا الفريق الامه، فريق الوداد البيضاوي اللي شرف العالم ديال المغرب. وبرافو الوداد الامه، الوداد البيضاوي فريق الوحيد خاص في المغرب العربي كيوصل نهائي دوري ابطال افريقيا خاص في النهائي، عفوا. اذا جوج الفرق ديال المغرب العربي، مصر نسيت، مصر والوداد هما من الفرق ديال المغرب العربي. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى التشجيع ديالكم والبارطاج ديالكم اخوتي، وتحياتي لكم، وديما الوداد البيضاوي.